السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في مشكلة يعني جريت عنها كتير في الجروبات الزراعة، ان بياخدوا الزرع من المشاتل وبعد يومين ثلاثة اسبوع عندهم بيبدأ الزرع يدبل ويموت. فبصراحة انا رديت على كم كومنت كده ان لازم الواحد لما يشتري زرع من مشتل يسأل صاحب المشتل الاول الزرع ده متفطم ولا لا، ولو ما كانش متفطم ما ياخدوش، متفطم يشتريه عادي ما فيش اي مشكله فيه. فناس كتير يعني برضو كل واحد يعني بعيد عن مجاله ما بيكونش خبره ذو خبره يعني جو، فبيسالوني يعني ايه متفطم ويعني ايه زرع متفطم وزرع مش متفطم. انا هشرح لكم يعني ايه زرع متفطم ومش متفطم وهو ازاي بيدبل عندكم، مع انه في المشتل بيكون حلو خالص وكويس خالص واخضر وشكله يعني منعنش ويجي عندكم ايه يدبل في البيت. ده مسك الليل، او ده مسك الليل اللي انا زرعه معاكم برضو في على القناه في من البذره اهو، كل ده مسك الليل اهو. لو جينا نجلع عود منه هنا كده على طول، ثواني كده، عود مثلا زي ده اهو، شوفوا جذوره اهو، شوفوا الجدر ده نازل فيه. هو معتمد حاليا في الغذاء بتاعه على الجدر ده، على الجزء اللي نازل منه ده. العود ده بعد بالظبط يوم او بعد ساعتين هتبص لجوه دبل زي ده كده، يعني ده اللي انا مجلعه من امبارح، شوفوا ده عامل ازاي، او اللي شوفه يقول بيموت اهو. طبعا يعني الحمد لله الواحد عنده خبره شويه فده مش هيموت ان شاء الله، لكن لو عند حد في البيت ممكن ما يعتنيش بيه كويس او ممكن ما يعملش فيه اللي انا هعمله هنا بيموت اهو. ده كده اللي انا مجلعه من امبارح، شوف العود شكله عامل ازاي. طب انا بتعامل انا هنا كصاحب مشتل او شغال في مشتل ازاي في الشغل ده؟ انا باجي جاي على الجذور دي وقصصها دي وادي له ميه، يعني ادي له كل 3 4 ساعات ميه، رشه ميه بحيث ان هو ما يتبلش مني. يعني انا باجي، معلش بس عشان انا اللي بصور بنفسي، باجي مثلا على الجدر ده كده وبقصه اهو اهو، وبحط بحط العود ده برميل، برمي الميه او برش عليه ميه او بحطه في حوض وبرش عليه ميه لحد هو بيدبل. هو ده لازم يدبل، يعني ده بكره الصبح هتلاقوه زي ده كده بالظبط اهو، ده بتاع امبارح اهو، شوف عامل ازاي اهو اهو، كله دبلنا اهو، بس بيرد تاني، بيرد تاني مع الميه ومع التعامل، وبحطه تحت النت بره، بطلعه من الصوبه دي، الصوبه اهي بطلعه من الصوبه وبحطه تحت النت، وبعد كده ممكن ادخله تاني لما ايه الاقيه ينعنش. تعالى اوريكم بقى اللي انا مفطمه من اسبوع اهو، هتشوفوه مش هتلاقوه في فرق بينه وبين ده خالص اهو. اتفقنا ان ده اي عود اجلعه من هنا هو اللي مش متفطى بتلاقي جدره نازل في الارض اهو اهو زي ده كده، ده ما اتفطمش لسه، شوف جدره عامله ازاي. ده انت بتاخده بقى على كده، او صاحب المشتل بيقصوه ويديهولك على طول من غير ما يتعامل معاه، تاخده انت عندك يكون دبل جدا اهو. تعالوا بقى شوفوا اللي انا مفطمه من اسبوع، الحوض ده انا مفطمه من اسبوع، شوف العود عامل ازاي اهو، مش ثابت في الارض خالص، شوفوا ملوش اي جذور. ده خده بقى عندك ازرعه بقى ما يحصلوش اي حاجه اهو، الجذور مقصوصه والعود اخضر خالص اهو، ده اللي كان دبلان من شويه، يعني ده اللي هو كان عامل برضه بالظبط زي اللي كان دبلان من شويه اهو. اي عود اهو في الحوض ده اهو، متفطم اهو اهو، ما فيش جذور نازله خالص، العود شكله اخضر خالص اهو، العود حلو. يجي واحد يشتريه ياخده بعد ما يطلع من المشتل بيوم ولا يومين ثلاثة، يقول له الله يبارك لك، مش يقول منك لله العود دبل عندي والعود مات اهو اهو. اي عود تاني من مكان تاني اهو، الحوض ده كله مفطم اهو اهو اهو، مخصوص اهوت بقاله، ده بقاله اسبوع بالظبط يعني او 5 ايام اهو، شوف العود اخضر ازاي وحلو ازاي، ده اللي جاهز للبيع. يعني انا لما بيجي حد يشتري من عندي انا بديله من الحوض ده، ما بديلوش من الحوض التاني لسه ما اتفطمش اهو، لان في نسبه برضه منه بتموت، يعني ما بقول لكمش بينجح 100%، يعني ده احتمال ما يردش تاني العود ده، ده احتمال مات، بس انا سايبه هنا اهو اهو، ده لو كان الزبون خده كان هيموت عنده، لا يموت عندي انا، اما يموت عندي انا احسن ما يموت عند الزبون ويقول لي ده العود اللي انا خدته والشتله اللي انا خدتها من عندك مات اهو. ده ممكن يموت، انا هبصه من هنا، هبص ان هو شاف ده ثواني، بحس ان هو برضه ايه يعني ممكن يشتغل، ولو ما اشتغلش مش مشكله، لما يموت عندي انا احسن ما يموت عند الزبون، يعني الجزء اللي هو الناشف ده هقصه من على الاول الاخضر ده اهو، وهسيبه عندي اشتغل اشتغل، ما اشتغلش مش مشكله. اي زبون بقى ياخد من عندي من الحوض ده هيدعي لي ان شاء الله، اي زبون هديله
من الحوض ده من غير ما افطر واكبر دماغي واقول ياخده وخلاص، هيدي عليا برضو ان شاء الله ومن حقه. يعني هو هياخد عود زي ده، هو اولا مش غالي يعني، بس برضه هو حتى لو بجنيه يعني العود ده انا ببيعه ب 10 جنيه، عود مسك الليل ده ببيعه ب 10 جنيه، حتى لو هو بجنيه هو انا كفايه ان انا غشيته، وكفايه ان هو طلع من عندي بعدها احس ان انا ضحك عليه. ده بقى يعني انا لو بعمل فيديوهات على طول كنت وريتكم ده بعد اسبوع او بعد 5 ايام، ده بعد 5 ايام هيبقى اخضر خالص ان شاء الله زي الحوض التاني ده. وده موضوع التفطيب، لان في ناس كتير لقيتها مش فاهمه ومش عارفه ومن حقهم، لان ده مش مجالهم برضه، بس مش عارفين يعني ايه تفطيم العود او الشكل. طبعا ده بيحصل في كل الزرع، يعني عندي برضه لانتنا كاميرا اهي، اهي اهي دي اللي لحصه في الارض اللي نازله في الارض، ودي اللي انا لسه مفطمها امبارح اهي، دبلانه اهي هتشتغل. هوريكم اللي انا مفطمها واجه من اسبوع بره في قصاري، ثواني كده في الفيديو اهي. دي لانتنا كاميرا اللي انا من اسبوع بالظبط مفطمها ومطلعها، بس دي القصاري كانت نازله برضه في الارض، كانت لحظه في الارض. بصوا ما فيش فيها حاجه خالص، القصريه ما فيش حاجه خالص كده. الزبون ياخد العود ده وادعي لنا ان شاء الله. عود لانتنا كاميرا حلو مزهر اهو، اهو اخضر خالص اهو 100 100، ما فيش حاجه خالص، ما فيش اي جذور نازله. دي القصريه دي كانت جوه في الصوب، وكان جذورها نازله برضه في الارض. انا مفطمها وبديلها ميه، تربتها طريقه خالص اهي، بديها ميه في اليوم مرتين وثلاث مرات ما يزعلش. اهو عود زي ده برضه حصل اهوت، هقصه اهو زي المسك اللي وريته لكم جوه، نشف من هنا اهو، حاجه هنا كده مقصص انت في الصوبة جوه اهو، قصته هنا اهو. اهو النوشف ديت لما تبقى عندنا احسن ما تبقى عند الزبون، لان الزبون مش عارف يتعامل معاها ازاي. اهو كل النوشف ده انا هشيلها، شوفوا دي النوشف بتاعي وضربه منين، اهي هشيل النوشف دي كلها، اهي اهي دي برضه نوشف اهي، هشيلها اهي. العود ده استحاله يدبل ولا يموت الا اذا كان بقى ايه هو الزبون اتعامل معاه بطريقه غلط بعد كده، عطشه او اداله ميه كتيره او اي حاجه من عنده هو، لكن مش من عندي انا. لو من عندي انا هيدبل عنده من اول يوم، ياخده على طول اول ما يتشال من الارض وياخده عندي يحطه على البلكونه او على السطح، هيدبل على طول تاني يوم على طول. لكن لو بعدها بشهر ب 20 يوم ب 40 يوم، لا يبقى ده عيب منه. يا رب تكونوا استفدتوا والفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.